ورشة عمل من ضمن 32 ورشة عمل تجري في جميع محافظات الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة حول تثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم السياسية وممارسة دورهم في العمليات الانتخابية المختلفة من خلال تعريضهم لمعرفة حول مراحل العملية الانتخابية وحثهم على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. كمان بنعرفهم اليوم على ما هي المواءمات التي قامت بها لجنة الانتخابات المركزية في تمكينهم من ممارسة حقهم عند الدعوة لأي انتخابات قادمة. بعد المرحلة الانتقالية اللي قاعدة بتخوضها أو اللي بخوضها الشعب الفلسطيني نحو تقدم لتحويل السلطة الفلسطينية لدولة، قامت لجنة الانتخابات المركزية بعقد شراكة ما بينها وما بين الاتحاد الفلسطيني العام لأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه الأشخاص ذوي الإعاقة بيمثلوا نسبة كبيرة من المجتمع تفوق 7% على النطاق الضيق، وبالتالي هم قاعدة جماهيرية كبيرة في المجتمع، وبناء عليه احنا عقدنا عدة ورش عمل وأيام تدريبية على مستوى فلسطين كاتحاد مركزي، واليوم دورنا احنا في طول كرم لنعقد أول ورشة أو يوم تدريبي للأشخاص ذوي الإعاقة، هو في مجال التوعية والإرشاد لحقوقهم وربط قانون ذوي الإعاقة في الحقوق الانتخابية. اليوم بكون عندنا الفئة الصم والبكم أو الإعاقات السمعية وجزء من الإعاقات الحركية. بعد بكرة إن شاء الله الأربعاء بكون عندنا يوم تدريبي للإعاقات البصرية مع جزء من الإعاقات الحركية، وبالتالي الهدف إنه نخرج بشريحة كبيرة مؤلفة من 70 إلى 75 شخص مدربين لخوض مرحلة قادمة إن شاء الله تعالى في مجال إثبات حقوقنا الانتخابية بكافتها في الترشح والانتخاب إن شاء الله.